أبو عقاب لا. أربع نجوم قدامكم، ثلاثة منهم أعلى تصويت. الشخص الأول هو اللي راح يحصل على حصانة وثلاث ألاف نقطة، الثاني 2000 نقطة، الثالث 1000 نقطة، ونقول ألف مبروك يا صح تركي أويزي. لا الأول الحصان أرحب لبيه. يا أخي أنا ودي أتكلم بس الشخص خلنا نعلن الثاني. طيب ثاني أعلى تصويت، ابتسامته عريضة كذا، واثق يعني واقف كذا بأريحية مرة يعني، وحصل على 2000 نقطة، ويعني عرفت اللي يقول الحمد لله. فمن وراه كلكم ابتسمتوا يا جماعة الخير عكس الوضع. عيد السيناريو ثاني. كل اللي مسكر ما عاد هو شلون؟ كل اللي ما يضحك. اللي ما يضحك هو لا لا خلها على اللي يضحك خلها، لان هي 2000 نقطة هذه لذيذة. طيب يا اخي تعال، انا ما ادري سامك تخليك كذا قريب، ونقول ألف مبروك لثاني أعلى تصويت هذا الأسبوع، وحصل على 2000 نقطة، وهو عبد العزيز ربان. المبدع اللي حضوره يفرق يا حضر، يشبك بحضوره المبهر جلد النظر. نلعب مع الشباب والعب راحك. الله 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 بيض الله وجهك. واشكر الجمهور الحبيب والعزيز، والله يجعلنا ان شاء الله عند حسن، يجعلنا عند حسن ظنهم باذن الله. وصراحه يحملوني ثقل كبير وثقيل بنفس الوقت، ان نقدم الافضل والاميز باذن الله ما بين اخواني المتسابقين. واتمنى لهم جميع اخواني المتسابقين التوفيق. الله يسعدك ويوفقك ان شاء الله. شكرا لك عبد الرحمن. شكرا لك. موفقين. جبر جبر اليوم ماشي التركيز. مخلفنا هقا نرجع على العين. طيب نزل نستريح شباب عشان نعلن من هو. تبون الحصانة ولا تبون ثاني واحد؟ خل ابو سلمة الحصانة. عفوا الحصانة ولا الثالث؟ لا لا انا بودي سلم الحصانة. تركي يقول اللي ودك، ونواف يقول سلم الحصانة وال الحصانة ولا الثالث؟ الثالث. طيب طيب الثالث يا شباب نستريح شوي بس حبتين.